بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أولا نهنئ كل الأسرة الرياضية الأولمبية مدينة سيدي بن عباس بهذا الصعود اللي نعتبره صعود تاريخي. هو أن في الموسم الأول صعدنا إلى القسم الشرفي، وإن شاء الله مازال الخير القدام إن شاء الله كما يقول لك. ومن هذا المنبر نشكر كل من ساهم في صعود الفريق، سواء كان في الفنيين أو رجال أعمال أو الناس اللي كانت في الإدارة، ومن بين وكذلك الإعلاميين. ما ننسوش أخ محمد أنك أنت لعبت دور في كذلك في هذا الصعود، وكذلك على رأس الجيل نشكر السيد عزيز حماد رئيس جريدة الويست إنفو على الدعم اللي أعطاه لنا سواء مادي أو معنوي. ونشكر كذلك جروب عزوز اللي كان مرافقنا طيلة هذه المواسم من الأكاديمية إلى فريق الأكابر. نوجه الشكر لكل الجروب عزوز، مجمع عزوز، كذلك الأخ محمد بغدادي اللي ساهم بالنفس والنفيس كذلك في هذا الصعود. ونشكر كل الإخوة اللي كانوا معنا سواء إداريين أو فنيين، والطاقم الفني اللي كان على رأسه عمر الصاي وكذلك مكيم رابط، وكذلك نشكر المدربين اللي كانوا في الفئة الشبانية. وما ننسوش كذلك فيها ناس في الخفاء اللي ساعدت، ومن بينهم الرئيس الشرفي السيد عمي قدور الضباب، كذلك نشكره من هذا المنبر. والشكر لكل السلطات المحلية سواء رئيس فرع الرياضة ببلدية سيدي بن عباس، وكذلك رئيس المجلس الشعبي البلدي. نشكر مدير الشباب والرياضة كذلك، هو اللي لعب دور ثاني وساعدنا وكان موفر لنا كل الظروف. نشكر كل من ساهم، وهذا الفرحة فرحة عامة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، وحيكم بتحت الإسلام، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بك محمد خويا في اللقاء تاع النادي، مرحبا بوسامو. الحمد لله اليوم الفرحة راها مكتملة إن شاء الله. الشكر جزيل الشكر، نشكر السيد عز الدين عزيز حماد على الوست إنفو على الدعم اللي كان يعاون فينا، ونشكر الإخوة جروب عزوز اللي ساهم تاني معنا في هذا طول الموسم وإن شاء الله احنا دوك عامنا الأول ولا نطلعنا إن شاء الله، والحمد لله فرحانين بهذا الموسم اللي طلعنا فيه، وموسم جاد. ونشكر خلية الإعلام على رأسها السيد قنبوز محمد على المسؤول الشجاع اللي دار للأولمبيك، ونتمنى له إن شاء الله ربي يحفظه ويحفظ له وليداته ويعافيه في صحته. ونشكر كاع جميع اللي كانوا مساهمين في الفريق تاع أولمبيك بن عباس، لا من جهة الأعضاء جمعية توفية وشركاء اتحاد بن عباس، ولا على الأولمبيك. كان الشكر كل واحد باسمه. نشكر السي رشيد مساوي ثاني اللي راه معنا، عز الدين جماعة كاع سمعوا في حلاوته. صافي لونطون ما شفناش هذا الدربيات الحماس كبير، الحماس وكاع. وحنا توجو نقولوا أولمبيك، حنا رانا نخدموا، حنا نتمنوا إن شاء الله الدعم السلطات المحلية. حنا رانا في عامنا الأول ورانا طلعنا بلي موين تاوعنا اللي عندنا. حنا نتمنوا ان شاء الله من السلطات المحليه يشوفوا في هذا الفريق ويشوفوا في هذا الفريق الثاني، لاخاطش علاه حنا هذا حنا خدمه هذا الخزان الاتحاد بن عباس ان شاء الله. حنا رانا نخدموا الفريق تاعنا ورانا نخدموا الاتحاد بن عباس، وان شاء الله نتمنى الصعود الثاني وتكون الانسان ينقي روحها شويه من هذا لي كونفلي اللي راهم كاينين وكاع. حنا عباد سوحنا ولاد راهم ارجي، راه في ارجي كاين 44 ايكيب،
وحنا واحد من على طلع على كيما ما طلعش حنا رانا كاع خوتو قال لنا حنا رانا هنايا رانا نخدموا في الخدمه لصالح اتحاد بن العباس ولصالح بن العباس حنا رانا هنا لصالح بن العباس حنا مانا جايين باش نقصوا الناس ولا ندابزوا مع الناس ولا حنا رانا عندنا مشروع وهذا المشروع راه تجسد الحمد لله على لو بريمير با تاعه على الفريق طلع ان شاء الله وحنا رانا ان شاء الله في لا كونتينياسيون تاع تاع الفريق تاعنا ورانا ورانا مور لي جين تاعنا قلت لكم نشكروا جميع الناس اللي ساهموا معنا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف المرسلين. اولا اليوم كانت عندنا كان عندنا اجتماع خاص ب تطرق لخريطه الطريق مع الفريق تاعنا اولمبيك بالعباس وطرقنا لعده نقاط منها الهدف تاع اكابر باذن الله هو الصعود والاهداف تاع الفئات الصغرى باذن الله ان شاء الله نكونوا عند حسن الظن تاع القائمين على الفريق وان شاء الله الصغار ثاني يفرحوا لكم الهدف تربوي نطلعوا جيل متخلق مهتم بالدراسه تاعه مهتم بالاخلاق تاعه هذه الحاجه الاولى حاجه ثانيه الهدف الرياضي ان شاء الله يكونوا في المستوى الرياضي في الاعوام القادمه ان شاء الله. سي مستوى معاد كيفاش تشوف انت الاداره الحاليه؟ الحمد لله احنا تعاملنا مع ادارات في وقت فات والحمد لله كاين فرق الناس مقيمه سواء الفئات الشبانيه سواء المدربين ويوفروا ظروف الحمد لله زعما نتمنوا يكملوا كيما بهذه الطريقه. يظهر ما كانش مشكل الحمد لله تفاهم لحد الان رانا متفاهمين في كل النقاط. موفقنا ظروفنا الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله دلهم اشرف مدرب فئه اقل من 17 سنه لفريق اولمبيك بالعباس ان شاء الله هذا العام باذن الله كما تكلمنا مع رئيس الفريق طرقنا لعده اهداف منها اننا نمدوا احسن تكوين واحسن كما نقولوا فورماسيون للفئه الاشبال هذه ماذا بينا ان شاء الله نشوفوهم في الاكاديميه تاع اولمبيك الاداره وفرت لنا كل الظروف كاين تسهيلات شفنا باللي كاين ناس رجال واقفين مع الفريق ناس متعاونين خصوصا هذو الناس عندهم هدف مع الفئه الشبانيه اكثر سما شفنا باللي ناس اللي يهتموا بالفئه الشبانيه والفريق الناجح هو الفريق اللي يهتم بالفئه الصغار الحمد لله راهم لاقين كما نقولوا الظروف الجيده راهم فرحانين بالفريق اللي راهم فيه فرحانين ايضا بالظروف اللي هم موفرينها لهم. نتكلموا شويه نتكلموا على الفريق اولمبيك مدينه بلعباس يسعد القسم الشرفي والفريق تاعك اللي غادي تكون انت القائد تاعه. ان شاء الله باذن الله يعني باش نكونوا في الصوره غادي يلعبوا في مستوى كما نقولوا مستوى مليح كيطلع الفريق هذه فرصه للاعبين في مستوى مليح.